الشيخ قال: والإمام ابن حنبل الشيباني وسفيان الثوري رضي الله عنهم وارضاهم وغيرهم، يعني يجب علينا نقيد الأئمة ونحترم الباقين، ونحترم ايه؟ الباقين. قال: وسفيان الثوري وغيرهم كسفيان بن عيينة وليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري وغيرهم من سير أي باقي الأئمة رضي الله عنهم أجمعين على هدى من ربهم في العقائد، فكلهم عقيدتهم سليمة، كلهم عقيدتهم سليمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهي عقيدة الأئمة الأربعة هي عقيدة الإمام الأشعري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: والالتفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه. قال: والاختلاف. طيب ليت هؤلاء طالما هم كلهم على هدى، طيب الاختلاف هذا بما نفسره؟ قال: والاختلاف الواقع بينهم في طريق الاجتهاد رحمة. قال: لورود اختلاف أصحاب، لورود حديث يعني اختلاف أصحاب رحمة ومناقبهم كثيرة شهيرة. ما هي مساحة المتفق عليه وما هي مساحة الشيخ قال: والإمام ابن حنبل الشيباني وسفيان الثوري رضي الله عنهم وارضاهم وغيرهم، يعني يجب علينا نقيد الأئمة ونحترم الباقين ونحترم ايه؟ طيب، والدلالة أو الدلالة أو الدلالة. قال: الدلالة من القرآن الكريم، منه ما هو قطع الدلالة ومنه ما هو ظن الدلالة. قطع الدلالة كمثل قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب، ومعنى ذلك هذا إيه؟ قطع الثبوت، قطع الدلالة. طيب، نوع ثاني من القرآن الكريم: قطع الثبوت، ظن الدلالة. وهذا أغلب آيات الأحكام، أغلب إيه؟ آيات الأحكام 500 آية، أو على قول من يقول إن القرآن كله، هذا قول عند العلماء، بعضهم يقول إن الآيات الأحكام من 500 آية فقط، وبعضهم قال لا، القرآن كله يصلح أن يكون يؤخذ في دلالة الأحكام، في دلالة إيه؟ الأحكام. طيب ننظر الذي قال 500 آية أو الكل. قال: منه ما هو ظني قطع الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. أغلب آيات الأحكام ظنية الدلالة، ظنية إيه؟ الدلالة. كمثل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لم يختلف أحد على ثبوت هذه الآية، إنما الخلاف في دلالتها على الحكم. ما المقصود بالقرء؟ هل المقصود به الطهر أو المقصود به الحيض؟ نحو هذا قال سيدنا أبو حنيفة، ونحو هذا قال ساداتنا الشافعيين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طيب، وفي خلاف. وامسحوا برؤوسكم، الآية قطعية الثبوت غير أنها ظنية الدلالة. هل الباء تدل على الإلصاق ولا تدل على التبعيض ولا تدل على الملابسة؟ خلاف. قال: وهذا ما دعا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حينما أرسل سيدنا العباس بن عبد المطلب في مجادلة الخوارج، في مجادلة إيه؟ الخوارج. ماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لسيدنا ابن عباس؟ قال له: لا تجادلهم بالقرآن، لا تجادلهم ايه؟ بالقرآن، فإنه حمال ذو وجوه، فإنه حمال ذو وجوه. يعني الآية الوحيدة تحتمل أكثر المعنى، تحتمل ايه؟ أكثر المعنى. لذلك لا تنتهي عجائب القرآن الكريم، ينتهي ايه؟ عجائب، لا تنتهي عجائب. وسيظل العلماء
الكل يغترف من القرآن الكريم، الكل يغترف من القرآن الكريم. طب هذا في القرآن الكريم، ما هو المصدر الثاني من التشريع؟ سنة الهادي البشير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السنة في طريق ثبوتها منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد. متواتر هو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فروي عنه 10 من الصحابة، يعطيه 10 لـ20 من التابعين، تابعين يعطيه 300 من تابعي التابعين. هذا اسمه ايه؟ متواتر. أن يروى الحديث، أن يروى الحديث جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب يبقى هذا ايه من حيث الثبوت؟ نقول انه قطع الثبوت، قطع ايه؟ ثبوت. لكن دلالته على الحكم منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظن، ذي مساحة خلاف بين العلماء. طيب النوع الثاني من الحديث، حديث أحد، حديث ايه؟ أحد. وهو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فأروي هذا الحديث واحد من الصحابة، فيعطي هذا الحديث 2 أو 3 من التابعين، فيشتهر بعد ذلك يروي 300 أو 400، كان مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث المتواتر زي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، فيتبوأ مقعده ايه؟ من النار. الحديث متواتر. طيب الحديث الأحاد مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال ايه؟ بالنيات. لم يروي عن سيدنا صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا عمر بن الخطاب، ولم يروي عن سيدنا عمر إلا سيدنا علقمة بن وقاص الليث، ولم يروي عن سيدنا علقمة إلا سيدنا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن سيدنا محمد بن إبراهيم التيمي إلا سيدنا يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن سيدنا يحيى تواتر إلى 300 إلى 700 خلاف. طيب هذا حديث أحد، هذا حديث إيه؟ أحد. من حيث إيه؟ من حيث الثبوت. طب ومن حيث الدلالة؟ ظن الدلالة، ظن إيه؟ دلالة. طب إحنا نأخذ من القرآن والسنة فقط؟ أبدا، ليس القرآن والسنة فقط، هناك مصدر ثالث للتشريع. ما هو المصدر الثالث؟ الإجماع. إيه؟ إجماع. قال الله عز وجل ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. قرأ سيدنا الإمام الشافعي القرآن الكريم 300 مرة حتى يخرج لنا ويدلنا على دليل الإجماع. طيب أدي الإجماع، ده أمر متفق عليه، أمر إيه؟ يبقى المسألة المتفق عليها عند الإجماع إجماع لا يختلف فيها، لا يختلف إيه؟ يبقى دي تدخلها ضمن ديات القطع، ضمن ديات إيه؟ القطع، هو قطع الثبوت وقطع الدلال، الإجماع. قال إيه؟ ولكن انظروا أيضا في فرق، في فرق إيه؟ بين الإجماع وبين القرآن، قطعي الثبوت، قطعي إيه؟ الثبوت، وقطعي الدلالة أيضا، قطعي إيه؟ دلالة، إيه هي؟ قال إن القرآن الكريم قد تكون الآية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لكن يعتريها النسخ، يدخلها ايه؟ النسخ. لكن الإجماع لا ينسخ، الإجماع ايه؟ لا ينسخ. لذلك عند ساداتنا الشافعية قالوا الإجماع مقدم، الإجماع ايه؟ مقدم. فمنكر دلالة القرآن الكريم لا يكفر، لكن منكر الإجماع يكفر، منكر الإجماع ايه؟ لماذا؟ قال لأن الإجماع هذا قطعي، الإجماع هذا ايه؟ قطعي، هذه مشكلة كبيرة. طيب ممكن الإجماع هذه مشكلة كبيرة. طيب يوادي الإجماع متفق عليه. طيب أمر آخر القياس، القياس دي متفق على ثبوت وجرائنه في الفروع، لكن القياس ده يختلف. بعضهم يقول إن القياس لا أخذ به إلا لا أخذ به، أخذ به مطلق، وبعضهم قال أخذ به إذا كان قياس علة، يعني حيث كانت العلة منصوص عليها، لكن قياس الدلالة وقياس الشبه أنا لا أخذ به، قياس الدلالة لم لا أخذ به. القياس ينقسم إلى 3 أقسام، قياس دلالة وقياس علة وقياس شبه وقياس إيه؟ شبه. طيب
القياس العلة يقول لك لا نأخذ به، والبعض لا يأخذ به، بعضهم قال لا يأخذ بالقياس إلا إذا كان جليا، وبعضهم يأخذ بالقياس الجلي والخفي. يبقى دي مساحة مختلف فيها بين العلماء. طيب هذه القياس الأربعة دول متفق عليهم، نعم متفق على أصولهم، القرآن والسنة والإجماع والقياس، وكلها لا تخلو من ظني، وكلها لا تخلو إيه من ظني إلا الإجماع، إلا إيه إجماع. طيب هناك أمر آخر، طيب الفروع الفقهية التي تأتي ممكن لا نجد فيها لا نص من القرآن ولا من السنة ولا إجماع ولا فيها قياس، لكن هناك أمر آخر يكون مثلا أستصحب الحكم اللي استصحاب بعضهم أخذ به وبعضهم لم يأخذ به، ممكن لم يكن لا في هذا ولا في ذاك، يكون هناك قول للصحابي واختلفوا العلماء على ثلاث أقوال في قول الصحابي، ممكن ما يكونش قول الصحابي، يكون عامل أهل المدينة واختلفوا في عمل أهل المدينة. طيب الاستحسان واختلفوا في الاستحسان، يبقى عرفتم كيف يكون الاختلاف من المذاهب، منشأ الخلاف أي في المصادر نفسها، في المصادر إيه نفسها، اختلاف المصادر اختلاف يعني انبنى على هذا خلاف المصادر، خلاف في الحكم الفقه، خلاف ايه في حكم الفقه. فبعضهم يقول وجد انسان يصلي يقول هذه صلاته صحيح، والتاني يقول لا ده صلاته باطل، واحد نظر انسان توضى يقول ده صلاته وضوء صحيح، والتاني يقول ده وضوء باطل. طيب والمسألة ايه؟ مسألة ظنية، مسألة ايه ظنية. واذا اراد الانسان العامي الناس يرفق على ثلاث، على ايه على ثلاث، نقل عامي، نقل مقلد، نقل مجتهد. العامي هذا مذهب مذهب مفتي، مذهب مذهب ايه مفتي، اذا سأل انسان حنفيا وافتاه بمذهب الاحناف فعل عين ورأس، ذهب الى شافعين فعل عين ورأس، ذهب الى مالكين فعل عين ورأس، ذهب الى حنبلين فعل عين ورأس، هذا العامي. طيب والمقلد هذا يتبع مذهب إمام، يتبع مذهب إيه؟ إمام. الأحناف يقلد سيدنا أبو حنيفة، المالكية يقلد سيدنا مالك، الشافعية يقلد مذهب سيدنا الشافعي، الحنابلة يقلد مذهب سيدنا أحمد بن حنبل، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، والاختلاف بين الأمة إيه رحمة. طيب المجتهد اللي هو كمثل الشافعي يحرم عليه أن يقلد غيره، يحرم عليه أن يقلد غيره إلا بعض الأمور كده نصوا على ذلك رضي الله عنهم وعرضاهم. يبقى المجتهد ماذا يفعل؟ يعمل بما دلوا عليه اجتهاده، بما دلوا عليه إيه؟ الاجتهاد. ما هو الذي دل الاجتهاد؟ هذا إذا وصل إلى مرتبة الاجتهاد، لكن إذا لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد وإيه؟ ليس بعشك فضرجي اجلس. قالت سيدنا الشافعي، قالت سيدنا ابو حنيف، قالت هؤلاء الاكابر رضي الله عنهم وارضاهم. قال على هدى من ربهم في العقائد، قال والاختلاف الواقع بينهم في طريقة الاجتهاد، في طريقة ايه الاجتهاد رحمة. قال لورودي اختلاف اصحابي رحمة، ومناقبهم كثيرة شهيرة رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. قال والأولياء بالوقف العارفون بالله تعالى على حسب ما يمكن، المواظبون على الطاعات، المعرضون عن الإهماك في اللذات والشهوات، ذو أي أصحاب كرامات. شيء قال والأولياء ذو كرامات الرتب، ومن تهو لولد من غير أب. ما تعريف الولي؟ قال هو من تولاه الله، أو من وله الله عز وجل، أو من تولى الله فوله الله عز وجل، ولى الله عز وجل بالطاعة فتولاه الله عز وجل بالحفظ والرعاية والصيان. قال العارفون بالله تعالى على حسب ما يمكن، فاتقوا الله ما استطعتم، المواظبون على الطاعات، المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات. لابد ان يكون هناك ورع، لابد ان يكون ايه
هناك ورع. ذو كرامات أي أصحاب كرامات جائزة، وهي جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة، إذا ليس خارق للعقل خارق للعادة، غير مقارن لدعوى النبوة، لدعوى النبوة. فإن كان أمرا خارقا للعادة مقرون بدعوى النبوة فهي معجزة، فهي معجزة، غير مقرونة بدعوى النبوة فهي كرامة إذا حاطت على يدي ولي. قال: والكتاب العزيز والسنة ناطقان بذلك، ناطقان بذلك، فمن ذلك يعني نطقين بالكرامة. فمن ذلك قصة سيدة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والسيدة مريم رضي الله عنها وارضاها ليست نبية، ليست نبية، إذن فهي ولية من أولياء الله عز وجل، وأهل الكهف، وأهل الكهف، وعرش بلقيس، وعرش بلقيس هي ملكة سبأ، هي ملكة سبأ. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما راه مستقرا عنده، هذا على تفسير أنه هو آصف بن بلقية. آصف بن مين؟ بن بلقية، اللي هو هذا الذي كان عنده الاسم الأعظم، ذي وابه الله عز وجل الاسم الأعظم. لكن سيدنا الشيخ الشعراوي يقول في تفسير هذه الآية، قال: الذي عنده علم الكتاب، قال يقصد نفسه، يقصد ايه؟ نفسه، يعني سيدنا سليمان رضي الله عنه وارضاه. وحينئذ تكون معجزة لا كرامة، تكون معجزة ايه؟ لا كرامة، لأن سيدنا سليمان نبي ورسول. قال: وعرش بلقيس، وخبر البقرة المشهورة والكرامات. خبر البقرة هذا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، وحمل حمل عليه، يعني أتى بعشب أو غيره وحمله، قال: إذا التفتت البقرة له فقالت له: إني لم أخلق لهذا، لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحراثة، خلقت إيه؟ الحراثة، يعني حراثة الأرض، حراثة إيه؟ الأرض، اللي هي يأتون كده في الفلاحين يعلقون على ظهرها شيئا تجره جرا، فيحرث الأرض بها، تحرث الأرض إيه؟ بها، فما تحرث الأرض بها يأتي الفلاح ويرمي البذر، والله عز وجل يعني يؤمن بذرة بإذنه سبحانه وتعالى. قالت له: إنما خلقت للحراثة. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: رتب متفاوتة كتفاوت معجزات الأنبياء لما تواتر عن كثير من الصحابة، بحيث لا يمكن إنكاره، بحيث لا يمكن إنكار هذه الكرامة، كجريان النيل بكتاب عمر. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما فتح الله عز وجل على عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، على عهد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، في أهل مصر كانوا يلقون في النيل بنتا بكرا جميلة، ولولا ذلك النيل لا يفيض بالماء. قال: فشكوا الذين دخلوا الإسلام إلى سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فبعث سيدنا عمرو بن العاص إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فبعث سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كتابا وقال: ألقي في النيل. أما نص هذا الكتاب: كنت تجري بأمرك فلن نحتاجك، وإن كنت تجري بأمر الله عز وجل فالله عز وجل هو الذي يجريك، يعني أو فيما معنى الكلام. قال: بحيث لا يمكن إنكاره، كجران النيل بكتاب عمر، ورؤيته على المنبر جيشه بنهاوند، حتى قال لأمير الجيش: يا سرية الجبل الجبل. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخطب على المسجد في الجمعة، ورأى أن جيش المسلمين يعني أوشك الكفار أن
يعني يلتف بهم من كل جانب. فنادى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه سيدنا سارية اللي هو قائد الجيش وقال له يا سارية الجبل جبل، يعني الزم الجبل، فإن لزمت الجبل يعني لم يستطع الأعداء أن يصلوا إليك. قال محذرا له من وراء الجبل لمكر العدو هناك، وأيضا ليس القضية في كرامة سيدنا عمر الرأى، إنما الكرامة في سيدنا سارية أيضا لما سمع. قال وسمع سارية كلامه، وسمع سارية كلامه رضي الله عنه وارضاه مع بعد المسافة وكشرب خالد السم. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه شرب السم حينما أتى في سرية من السرايا، يعني فتعب كثيرا يعني في الجهاد وكده، فقالوا له ايه نريدك ان تشرب السم، فاذا شربت السم خلاص ندخل الاسلام. فشرب سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه السم ولم يتضرر به من غير تضرر به وغير ذلك. وهذا ايضا كان عندنا رجل في البلد زمان، كان رجلا طيبا، كان يحفظ القرآن العظيم، ويدخل البيت هكذا، يدخل البيت وجد رجلا وجد امرأة وجد صغيرا، يجلس على أول مستوى في أول بيت ويبدأ يقرأ القرآن العظيم، يخرج من أول بيت يدخل البيت الثاني، يدخل البيت الثالث. هذا الرجل يعني مرض، فقال فأعطاه الطبيب شيء كده يعني شراب سام، يعني السبغة سميها سبغة يوت، عارفين سبغة يوت يعني حاكية توتة على الجرح. فظنه هذا الرجل دواء فشربه ولم يحدث له شيء، قال وكشرب خالد السم رضي الله عنه وارضاه من غير ضرر به وغير ذلك. ثم أشار الناظم إلى بعض الكرامات ممتنعة، أي على قوله، رضي الله عنه وارضاه. قال وما انتهوا، أي ما بلغوا من كرامتهم لولد يولد من غير أب، هذا ورأيه رضي الله تعالى عنه وارضاه. والكرامة يعني واقعة، مذهبنا أنها واقعة، جائزة واقعة. الإمام الكشير رضي الله عنه وارضاه صاحب الرسالة قال إن منتهى الكرامة عند إجابة دعوة ولي، يدعو الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل له، أو يرفع الله عز وجل من البلاء بدعوته، هذا منتهى الكرامة عند سيدنا الإمام الكشيري رضي الله عنه وارضاه. عندنا الأصح يعني أن الكرامة جائزة واقعة من غير حد، فالذي قيده الشيخ هنا رضي الله عنه وارضاه خلاف المعتمد، ما كان معجزة لنبي كان كرامة الولي، وانتهت مهما بلغت. قال وما انتهوا، أي ما بلغوا من كرامتهم لولد يولد من غير أب ولا إلى قلب جماد حيوانا، كما قاله الكشيري، قال التاج السبكي وهذا حق، يخصص قول غيره، ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي، لا فارق بينهما غير التحدي. وضعف الزركشي هذا الكلام ما قاله الكشيري، وأيضا ما قيده التاج السبكي على قول الكشيري، وقال الجمهور على خلافه، يعني على ما قلناه من أن ما كان معجزة لنبي كان كرامة لولي بشرط عدم التحدي، وقد أنكروه على الكشيري حتى ولده أبو نصر، يا الإمام أبو نصر تلميذ الكشيري تلميذه وابنه يعني أنكره في كتابه المرشد، وأنكر ذلك أيضا على الكشيري وإمام الحرمين والنووي، إمام الحرمين الجويني أبو المعالي، والإمام النووي في كتاب البر والصلة في شرح صحيح مسلم، فقال إن الكرامات تجوز بخوارق العادات على اختلاف أنواعها، فثبت أن الصواب جريانها بقلب الأعيان،
وأن ما قاله الناظم مرجوح، وأن ما قاله الناظم إيه؟ مرجوح. ده تحصل الكرامات حتى تصل إلى تطور الولي، إلى تطور إيه؟ ولي يكون في أكثر مكان في وقت واحد. وألف فيها الإمام السيوطي كتابا، وجه الإمام السيوطي السؤال، قالوا له إيه؟ اتنين جايين له، قال له أنا كان عندي الشيخ عبد القادر الدشتوطي في الوقت الفلاني، فقال له لا ده كان عندي يعني. فراح الأول قال له علي الطلاق ورحيل بالطلاق، قال له الشيخ كان عندي في الوقت الفلاني، راح قال له أما رأيك علي الطلاق كان عندي في نفس الوقت، فجي ثالث قال له ده الشيخ الفلاني كان عندي في نفس الوقت. فراح الشيخ قال له مين اللي ورد، مين هو الشيخ ده؟ قال له الشيخ عبد القادر الدشتوطي من عندنا من بلدنا من قرية اسمها دشتوط تبع مركز ايه سموسطة محافظة بني سويف، الشيخ عبد القادر الدشتوطي وله مسجد هنا. فقاح الشيخ السوطي ألف كتاب سماه القول الجلي في تطور الولي، القول الجلي ايه في تطور الولي، وأثبت هذا الكلام بصحيح الأحاديث رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال تنبيه، الولي فيه وجهان، فيه ايه وجهان، أحدهما أنه فعيل بمعنى مفعول، بمعنى ايه مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، ودائما هكذا صيغة فعيل تأتي بمعنى فعل وتأتي بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح. فعلى هذا هو من يتولى الله رعايته، ومن يتولى الله رعايته، فقد جاء له هنا فاعل رعايته وحفظه، فلا يكله إلى غيره ونفسه لحظة، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك رب العالمين، كما قال تعالى وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. سورة هذه سورة الأعراف، سورة إيه؟ أعراف. قال والوجه الثاني أنه فعيل مبالغة من فاعل كرحيم وعليم بمعنى راحم وعالم، فعلى هذا الولي يعني من يتولى عبادة الله تعالى من غير لها عصيان أو فتور، وكلا المعنيين شرط في الولاية، شرط إيه في الولاية، فمن شرط الولي أن يكون محفوظا، فرق ما بين الحفظ وبين العصمة، والتي أرادها سيدنا أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه في حزب البحر، اللهم عاصمنا في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات إلى آخره، أراد بالعصمة الحفظ، أراد بالعصمة الحفظ، ولم يرد بها العصمة التي هي وارية في حق الأنبياء، في حق إيه؟ الأنبياء الأولياء لا تجب لهم العصمة، لكن إذا ورد بالعصمة الحفظ فهي واجبة لهم، فهي واجبة لهم. قال فمن شرط الولي أن يكون محفوظا، كما أن من شرط النبي أن يكون معصوما، اكتب كده وقد يراد بالعصمة الحفظ، كما في حزب سيدنا أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه، لأن ابن تيمية ماشي خالف الشيخ أبو الحسن ورد عليه وقال إزاي العصمة ده كل النبي، وهو العصمة هنا المقصود بها الحفظ، ولم يقصد بها الشيخ رضي الله عنه وارضاه العصمة لكل الأنبياء. قال فكل من كان للشرع عليه اعتراض فليس بولي، فليس بولي، بل هو مغرور مخادع، ذكره الإمام أبو القاسم الكشيري رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الطريقة رحمهم الله تعالى. طيب ومتى هيكون يخرج ويكون مغرور وكلام من كده؟ إذا لم يلتزم الكتاب والسنة، إذا لم يلتزم الكتاب والسنة في طريق، هذا الطريق قاله الإمام الجنيد، طريقنا هذا مقيد من الكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث فلا يقتدى به في هذا الأمر، ساعة ما يخرج عن الكتاب والسنة اعرف أنه مغرور، أنه مخادع كما قال الشيخ. قال واعلم أنه لا بد، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صلي
لصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا ماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون لا عن ذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. اللهم زقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال عليك واكفنا شر وساوس الشيطان وقنا شر الإنس والجان واخلع علينا خلع الرضوان وهب لنا حقيقة الإيمان وتولى قبض روحنا عند الأجل بيدك مع شدة الشوق للقائك يا رحمن. اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا بنور العلم ونور الفهم يا رب العالمين. اللهم بعمنا إكلانا بعنايتك واحفظنا بحفظك. اللهم يا رب العالمين لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ معاقل العلم والدين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين واحفظ المسجد الأقصى واحفظ لنا زهرنا الشريف وبارك اللهم لنا في علمائنا ومشايخنا وديننا وكل ما لا حق عنا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم.